السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد وفكرة جديدة ونبدأ مشي جديدة، مي غادي نوريها لكم إن شاء الله. قعدوا معايا، مرحبا بكم جميعا عند شي نادية. ما تنساوش نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم عند سطح شنادية مع هذه النباتات الرائعة والجميلة ذات رائحة عطرة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذه أنواع الريحان اللي عندي، وبغيت نبارطاجي معكم واحدة الفكرة فكرة وتدبيرة ومعلومة لمانا ان شاء الله. بعد ما ندير معكم هذه الجوله تاع النباتات والبذور اللي راهي دير فيها ايتو، غادي نوري لكم جميع الانواع اللي عندي بسم الله ما شاء الله. اللهم زيد وبارك يا رب العالمين. شوفوا ما شاء الله، اللي يشوف ما دير به يقول بسم الله ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم. نباتاتي والله اللي عندي راني بارطاجيها معكم، وتوجور كما قلت لكم توجور كي نخرج الصباح نصبح على اوراق على الورود تاوعي ونشوفهم كي راهم دايرين. شوفوا ما شاء الله كاين انواع متعدده. هذا على فكره ما بغيتش نقوي منه، هذا للاكل، هذا يديروه في السلطات ويطيبوا به ويتو. الوغ كيما غرس منه العام اللي فات بزاف ايتو، ما مشي معجبنيش، يكبر بزاف ولازم له العنايه اكثر من هاد الانواع. هادي دوها من عندي كنصيحه، ما عنديش تجارب كبيره في زراعه الريحان ولا الحبق، مي عن تجربه زعما كي غرستو لاخر تراني يعني نعرف في بعض النباتات اللي معنا. الوغ شوفوا هذا النوع كي داير، سبحان الله. هذا جاي قاع خضر، ما عندوش النوع اللون البنفسجي، وهذاك تشوفوهم تقولوا باغي مي ماشي كيف كيف. يخلق الله ما يشاء. شوف تقلبوا الورقه تسيبوا هذا الخطوط، وهنا ما كاش، سبحان الله والله العظيم كنت مخلوعه. ويخلق الله ما يشاء، لمانا قادر على كل شيء. شوفوا هذا تاني وهذا الورود الصفراء، اهديها لكل متتبعي شنادية من الأزاد بدون استثناء. يا الله دخلت عندي متتبعة جديدة، والله هو حساب نسيت الاسم تاعها، يسموها نورة على ما أظن. قالت لي طلبت مني ان فيديو واحد اخر عن طريق بخصوص النباتات، والله ماني عارف كل ما هو النوع النبات اللي تحوس تشوفو. الوغ قالت لي نحب الجوله تاعك تاع النباتات، مانيش حاصل الجوله تاع الدار هنايا ولا الجوله تاع برا. الا راكي في الاستماع معايا يا اختي نوره، ماذا بك الا شتي هذا الفيديو قولي لي، قولي لي شتاهو النوع تاع النباتات، ولا راكي تحوسي على النباتات اللي عندي هنا في السطح، او لازم لي نخرج ونصور لك المشاتل اللي برا. الوغ كيما راكم تشوفوا هذه تانية هذه السنه ما نزيدش نغرس منها، تكبر تاني بالخف. و جو سي با بوركو، ما كاين بعض النباتات ماشي مليت منهم، مي عن تجربة حوس نبدل. فوالا سيتو هذا تاني نفس النوع، وهنا تاني كما راكم تشوفوا حتى الطوماطو وراهي نايضة عندي هنا. الوغ نرجعو هنايا كما قلت لكم، هاد العام غرست أنواع متعددة من الريحان أو الحبق. ايا وهذا شوفوا كون جيتو قريب عليا، كون جات حدائق نعمة واختي روزا وام عبودي واختي بشرة واختي نور نارا واختي نسامات وبزاف الاخوات اللي تراهم يتبعوني، وهذا الاخت وسيلي دخلت معايا جديدة، نشكرك جزيل الشكر يا اختي.
والله العظيم كون جيت حدايا كون عطيت لكم. شوف هذا مسكين، جي سي با سي نعاود ندبر دي بو كيما هكا كبار ونغرس فيهم، وما نعرف والله اغايدني مسكين. شوف سورتو هذا اللي يدير الشجيرات الصغار، هذا شباب بزاف، هذا هو مانيش غارسه منه بزاف. هنايا راني ما نقلتوش، يا كي يكبر يبان هو هاوينا على الشجيره تاعو اللي يديرها. هذه هي شوفوا مقارنه مع هذا ومع هذا، ومقارنه مع هذا البنفسجي. شوف سبحان الله، هذه هي الشجيره. كنا يطيقني ربي ان شاء الله، وتوجو نقولوا ان شاء الله. ايا غادي نغرس هذا ونوريكم طريقتي البسيطه، ماهيش زعما طريقه معقده ولا. وهذا هيا نرجع لهذا اللي قلت كون جاو هاد الصديقات قراب ليا كون كاع عطيتهم شويه شويه، والله كون كاع عطيت لهم. كما قالت لي اختي حدائق نعمه وسي، قالت لي كون جيت حداك نتبادلوا النباتات، قلت لها لي مالا، قلت لها انا كون جيتي حدايا نعطيهم لك كاع. الله الله يدي ما هي ليا. الوغ فوالا هذه هي، وتدبيرة اليوم شا غادي نقول لكم ان شاء الله يا ربي. ما غاديش نجيب لو تريبي ونحطو ونصور هذا الا راكم غارسينو في الارض، وما مثلا وفي الارض صافي دير دي تيغان هكا. الوغ هادو البذور انا ماشي تغرسون في الارض ولا لا، مي انا كيما هكا من عندي غيبو دي بو صغار هكا كيما هذا هكا، ماهوش كبير بزاف با قد يدي. الوغ انا نصيحه من عندي وتدبيرتي تاعي تاع اليوم، هاد البذور غادي نقلعهم. تعرفوا علاه؟ باسكو انا راه عندي هاد النبات، هاد البذور تاعو راهي عندي، وباش ما يكبر ليش بزاف، باش يقعد لي باش يخلف. مثلا شوفوا كي نقلع هاد البذور منا، غادي نقلعها معاكم ديريكتومون هكا باش تفهموني ان شاء الله الفكره توصل ليكم. مثلا هادي غادي نقيسها، ندير نخليها تعطي ريحه شويه هكا في الدار، ومن بعد ننقصها. بعد كيما قلعتها هادي هكا، شوف غادي يلد فروع جديده وغادي يكتر. فوالا فهمتوني، غادي يتكاثر، غادي تولي عندي شجيره من هذا الريحان او الحبق تكون كثيفه. فوالا كيما هذا وسي، ادمي فات فيه كبر كيما هكا، نخليه يدير باسكو ساي سي ترو طار. فوالا كيما راكم تشوفوا، ماشي سي ترو طار، مي جو سي با. فوالا غادي نخليه هذا حتى يدير لي البذور ونقلعو. مي هذا قلعتلو، هذا تاني راه صغير، تاني نقلعلو. ما راكم تشوفوا هكا، هذه هي تدبيرة اليوم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستنفعوا كيما راني انا مهتمه بهذا اللي نعرف عليهم بزاف صوالح. فوالا الوغ سي سا، هذا ديجا قلت لكم صاي نخليه هكا. غادي نقلع الهدف باسكو راه وحده وسي، هذا راهي صغيره باش نعطيها القوه باش تخلف من تحت. فوالا ودير لي شجيره مليح. فوالا هذا تاني غادي نقلع له باسكو راه صغير وراه يخلف منه. لا شوفوا ما شاء الله، هذه منه ومنه. فوالا نجي هنايا هي بالمقاس نورمالمون، بصح انا يدي راه مبروب الوغ يضرب نغسل. هذه هي ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، و ما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعيد الاضحى المبارك على الابواب، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ان شاء الله راكم شاريين كبش العيد. الوغ مع هذه الاسعار اللي راهي غاليه، الله يقويكم ويقوينا، الله يكون مع الضعيف. هذه ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو انتم والأحباب صحة وعافية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.